بيروب أندري سينغ. المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق شوط الثيربريد للإنتاج المحلي على الأراضي العشبية في ريان بارك. انطلاق موفق للجميع. 16 من الجياد المهجن الأصيلة، نشاهد الجواد اللي هو عساف باخذ الأخير حالياً، ستارتا مش حلو نهائياً. نعود إلى الصدارة والمركز الأول، لنشاهد فوت برنت ان ذا ساند. انطلاقة فوت برنت ان ذا ساند باي فوت ستيب ان ذا ساند في المركز الأول، يلحق به ثانياً سرمت بوثيلة مع انطلاقة صبحية وتشومبيير غامبر من الفار سايد. هناك النير سايد سرة مرة جرين جوكي، ينطلق سرة من ادواردو بيدروزا في المركز الرابع حاليا والثالث فعلا، تراجع الى المركز الرابع اليلو جوكي. هنا ينطلق مع انطلاقة الجواد اللي هو فوت برنت ذا ساند، ولا مش فوت برنت ذا ساند، هنالك شامان بوثيلا ينطلق. سراب مات موقعها جيد جدا، ولكن اتمنى ان تتقدم شيئا ما الى المقدمة. سرة من في موقع جيد جدا، وفوت برنت ذا ساند. صبحية عوض إبراهيم متمسكة بزمام الأمور، بتصدر في هذه الآونة، تنطلق إلى المركز الأول. تأخر للمرشحين، بوسمرة متأخر، سراب متأخر، عساف بدأ بالانطلاق من النير سايد، مارون أند وايت جوكي. نعود إلى المركز الأول، إبراهيم شامان بوثيلة انطلق هذه الآونة، جيمي كوين في المركز الأول، بينما الجريان ستاد ينطلقون الآن مع الوايت كاب لوسيل فوت ستيب إن ذا ساند. محاولات الجريان، الجريان الجريان الجريان، they are going for the second one، الجريان they won the thoroughbred، the local thoroughbred they go for. The official result on the screen, the winner horse number 2, Lucille by Foot Step in the Sand with Ronan Thomas. And the second, horse number 10, Surra Marra for Faisal bin Hamad Al Thani and Eduardo Pedroza. And the third, horse number 12, the third, horse number 12, Sarab for Hassan Abdul Malik. And the fourth place, horse number 5. Maddi for Ahmed Al-Jhani and Theo Basholo. On the fifth, horse number 1, Bousamra for Khalifa Al-Kawari. ويتفضل السيد محمد بن حمد العطية صاحب مربط مالك مربط الجريان، المبروك الفوز بشوط إنتاج محلي للخيل المهجنة الأصيلة. صورة تجمع كل من الفائزين بهذا الشوط، وهذه الصورة الجميلة التي تجمع كل من الخيل والخيال اللوسيل ورونان توماس الفائز وبطل هذا الشوط. مشاهدينا الكرام.